اتصل مشاهدينا انضم الينا هاتفيا الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. دكتور السيد خضر، كما تابعنا في هذا التقرير بالارقام الطفره التي حدثت في مجال التصدير في مصر خاصه خلال عام 2022 وتحسين جوده المنتج المصري، اهم القطاعات التي كان ملاحظ الطفره في ارقام التصدير فيها الوقود، الاسمده، الغذاء، العوامل التي اهلت لحدوث هذه الطفره في الارقام التصديريه. صباح الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين يا فندم. اهلا. في البدايه طبعا هناك رؤيه استراتيجيه من الدوله المصريه الى فكره توطين الصناعه المصريه وجعل المنتج المصري من اهم المنتجات التي تغزو العالم اجمع خلال الفتره الاخيره. نعم. ايضا هناك غزو كبير الفتره القادمه، وده طبعا بيرجع الى فكره الاراده والعزيمه على توطين الصناعة المصرية في العديد من القطاعات الصناعية زي قطاع التعدين، وده قطاع مهم جدا. الطاقة أيضا هيكون لها دور رائد الفترة القادمة. قطاع الإنتاج الزراعي الذي شهد العديد من التوسعات الأخيرة وزيادة القدرة الإنتاجية، وخلينا نقول أن قطاع الزراعة ده قطاع مهم جدا لأن مشكلة الغذاء دي مشكلة خطيرة جدا وتمثل أمن قومي سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى العالم طبعا، لما شهده العالم خلال الفترة الأخيرة من العديد من الصدمات والتوترات ونقص في السلع الغذائية، وبالتالي أصبح المنتج الزراعي المصري ينافس المنتجات العالمية ويغزو العديد من دول العالم، مش بس خلال عام 22، خلينا نقول منذ بداية تداعيات فيروس كورونا في 2020، وده شهد تطور كبير جدا وزيادة في حجم الصادرات خاصة في المنتجات الزراعية المصرية، وبدأت بالفعل زيادة حجم القدرة التصديرية لهذا القطاع الذي شهد تطورات في استصلاح العديد من الأراضي الزراعية. مشروع الصوب الزراعية ده كان ليه دور مهم جدا في تطور القدرة الإنتاجية سواء على تحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي، وده مهم جدا. خلينا نقول أن كان هناك ثبات في الأسعار لفترات طويلة وما زال هناك ثبات في قطاع الإنتاج الزراعي والمنتج الزراعي الداخلي المصري وزيادة القدرة المصرية. هناك توجه كبير من الدولة المصرية إلى زيادة القدرة التصديرية خلال الفترة القادمة لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، وأعتقد أن احنا قادرين على الوصول لهذا الرقم. تتحدث عن هذه القطاعات تحديدا أم في قطاعات أخرى؟ القطاعات التي تحدثنا عنها الوقود والأسمدة والغذاء، أم تتحدث عن قطاعات أخرى؟ بالتأكيد هناك قطاعات جديدة، يعني احنا نحتاج إلى مزيد من دخول قطاعات جديدة، قطاع الصناعات خاصة الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. الغاز الطبيعي أيضا كان له دور مهم جدا في زيادة القدرة التصديرية. شوفي حضرتك الدولة المصرية بتسعى إلى تنوع الصادرات في العديد من المجالات الاقتصادية المختلفة، وده أيضا هيساهم في تدفق العملة الصعبة وتحقيق التوازن في معدل ميزان المدفوعات. أيضا فكرة تقليل التجوة الاستيرادية، وهو ده اللي بتسعى عليه الدولة المصرية من خلال زيادة حجم الصادرات. صحيح. وهيكل الواردات أيضا ما حدث فيه من بعض الأمور، يعني لنقول إعادة تشكيل هيكل الواردات، استيراد سلع ووقف استيراد سلع أخرى، إلى أي مدى هذه الإعادة لهيكل الواردات تساهم وساهمت بالفعل في توطين الصناعة المصرية؟ بالتأكيد حتى لو احنا الفترة الأخيرة يعني خلينا نقول لو زادت نسبة الواردات، وده أنا بشوفه أنه بشكل مؤقت جدا بسبب الصدمات العالمية وبسبب نقص العديد من المواد الخام في العالم، أعتقد أن مصر مع إزالة كافة العوائق والاتجاه إلى توسيع القاعدة الصناعية والقاعدة الاستثمارية، ده هيساهم الفترة المستقبلية في زيادة دعم المنتج المحلي. نعم. الدولة المصرية هدفها الاستراتيجي هو صنع في مصر، وشعار صنع في مصر ليس فقط في سلع معينة ولكن الاتجاه إلى العديد من السلع، وده احنا شفناه من خلال زيادة القدرة الصناعية، زيادة المجمعات الصناعية في العديد من الصناعات. احنا عندنا صناعات الأدوية ودي صناعة مهمة جدا، عندنا صناعة الأساس ودي صناعة مصر تعتمد عليها بشكل كبير، صناعة الجلود، صناعة الغزل والنسيج، ودي صناعة رائدة أعتقد أن مصر سيكون لها دور مهم جدا
في تصدير العديد من الصناعات. احنا شفنا ايضا الفتره الاخيره الاستثمار في الصناعات العديده سواء الثروه المعدنيه، لان مصر تمتلك العديد من الثروات المعدنيه والطبيعيه، وده شفناه في مصنع الكوارتز خلال الفتره الاخيره. احنا كنا في السابق بنعمل على تصدير المواد الخام ثم اعاده استيرادها بشكل منتج تام، لكن الفترة الحالية هناك اكتمال للدورة التصنيعية من خلال لدينا المادة الخام، ثم نتجه إلى تصنيع المواد الخام من خلال إنشاء العديد من المصانع. أعتقد ده هيساهم طبعا في زيادة القدرة الصناعية. أشكرك جزيلا الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي.